اليوم حنعمل شوربة كتير لذيذة مغذية وسهلة التجهيز برضو. حنعمل شوربة الكفتة مع البطاطس. حاخد قطعة الكفتة الصغيرة بهالطريقة وقد ما فينا نعملها قطعة صغيرة بهالشكل هذا، يعني نقول قد حبة البندقة، وححطها في الطبق. خليني أعمل حركة بسيطة كمان قبل ما أحطها في الطبق، حرش رشة خفيفة من الزبدة أو الزيت عشان ما تلزق عندي وعلى الجوانتي كمان، وأبتدي برضو أخذ قطعة صغيرة بهالطريقة. وهلأ حنسرع شوي شوي وأشوفكم هيك بعد لحظات أكون عملت كمية أكبر. يبقى هلأ إحنا جهزنا كمية من الكفتة ونشوف خطوتنا التالية. الخطوة التالية كتير بسيطة ولكن كتير مهمة عشان أنا فعلاً أقدر أحصل على الطعم اللي أنا بدي إياه. هعمل تشويح بسيط للكفتة. هحط حوالي ملعقتين من الزيت. حبيتوا تستعملوا زيت الزيتون أو حبيتوا تستعملوا زيت الذرة على حسب رغبتكم، كله بيبقى متاح. وأبتدي أعزائي المشاهدين أضيف قطع الكفتة. هستنى عليها لثواني بسيطة هيك بس لتنشف الطبقة الخارجية، وبعد هيك بقدر أحركها بشكل كتير بسيط. طبعا التشويح حيعطيها النكهة الطيبة وبنفس الوقت حتتماسك فما بتفك معاي لما بكمل هلأ طبخها. هي هلأ بدأت تأخذ اللون الخفيف ونشفت وريحتها طبعا طلعت رائعة، وعم تعطيني القوام أو الأساس لطعم الشوربة اللي أنا حاخده. لو خليتها نية ما حتبقى أبدا طعمها حلو. هيك بضيف هلأ بقية المكونات. ما شاء الله ريحتها كتير بتشهي. حبتدي هلأ أضيف، تتذكروا إحنا في عنا في المقادير البصل. أضيف البصل بهالطريقة، بصل مفروم، وحضيف الفلفل الأخضر، وأضيف فص ثوم، نوطي النار شوي. هلا البصل وفص الثوم والفلفل برضو عم يتحمروا مع الكفتة وبياخدوا نكهة طيبة. نبتدي أعزائي المشاهدين نضيف البهارات اللي ذكرناها. هنحط الملح والبابريكا أو الشطة إذا حبيتوا، والبهار المشكل برضو. أشوح كل هذه الخطوات اللي هي التشويح، عم تكتسب الشوربة طعم كتير مهم. هلأ ببتدي أضيف البطاطس. أنا مقشراها ومقطعها مكعبات صغيرة يعني تكون مناسبة لحجم حبات الكفتة. ببتدي أضيف هلأ البطاطس. ما شاء الله الطعم والريحة هتبقى أكيد بتشهي. بشوح البطاطس برضو تشويحة خفيفة. البطاطس اللي عم تأخذ طعم الكفتة، عم تأخذ طعم البصل والثوم والفلفل والبهارات. أضيف الخل. الخل حيعطيني طعم هيك مميز للشوربة. الإضافة النهائية عندي معجون الطماطم. فيكم على فكرة إذا حبيتوها بيضة تستغنوا عن معجون الطماطم، في ناس بحبوا هذا الطعم. معجون الطماطم بيعطيها لون هيك مورد شوي أو أحمر شوي. حبتدي أضيف المي. حنقلب تقليبة خفيفة. لاحظوا كيف أخذت اللون الأحمر.
وحضيف البقدونس على مرحلتين، المرحلة الأولى مع الشوربة هيك شوية نص الكمية، وهلأ بغطيها وبسيبها على نار هادية لحوالي 10 دقائق بتكون استوت، لأنه البطاطس مقطعة مكعبات صغيرة والكفتة تقريبا استوت. ونشوف أعزائي المشاهدين طريقة التقديم. الشوربة عندي أصبحت جاهزة، أنا حابة أقدمها بنفس القدر اللي أنا عملتها فيه، لأنه هذه ميزته أنه بينفع يتقدم على السفرة وبتضلها طبعا محتفظة بسخونتها، بقدر أعملها أي جارنش أنا بدي إياه. رشة خفيفة من البقدونس برضو عشان يبقى طعمه كمان فريش وقت ما بتناول الشوربة. أعزائي المشاهدين وصفة كتير رائعة، وزي ما شفتوا تكنيك الطبخ بس هو اللي حيعطيها الطعم المميز. أرجو أنكم تجربوها. شوربة كفتة بالبطاطس 250 جرام كفتة، 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 1 حبة صغيرة بصل مفروم، 1 فص ثوم مهروس، 2 قرن فلفل حار مفروم، 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم، ربع كوب خل، 1 ملعقة صغيرة بابريكا، 1 ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة بهار مشكل، 1 حبة كبيرة بطاطس مقطع مكعبات صغيرة، ونصف كوب كزبرة خضراء.